إذن في مثل هذا اليوم منذ سنة بدأ حراك الشباب الجزائري مطالبا بجملة من الإصلاحات والتغييرات وصلت به إلى محطات ما زال الجزائريون يتساءلون عن جدواها ومدى اعتبارها نجاحا أو فشلا في هذا المسار. نناقش بقية خبر عام على الحراك الجزائري، تابعونا. أهلا بكم. من قضى عام كامل على خروج الجزائريين رفضا لترشح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، المظاهرات التي انطلقت عشية مثل هذا اليوم لم يتوقع الجزائريون أن ينعطف بمسار بلادهم السياسي وتدفعهم للمطالبة برحيل النظام برمته وكل رموزه. لكن الجزائر التي عاشت أحداثا متسارعة بعد استقالة بوتفليقة ما زالت اليوم تتعثر بسبب كثير من الصعوبات لتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي. في هذا السياق نتساءل عن طبيعة العلاقة التي تشكلت خلال سنة من الحراك بين الجزائريين والسلطة، وهل يملك الحراك أسباب الصمود سنة أخرى، وما أفق المطالب التي يمكن أن ينتزعها؟ في مثل هذا اليوم غلب الجزائريون خوفهم وقد أيقنوا أن الرئيس المعتل تقواه مدفوع لتولي عهدة خامسة. منذ تلك الساعات لم تقفر هذه الشوارع رغم الطرق التي قطعت والحواجز التي نصبت. بدا أن الغاضبين يتطلعون بأمل وجسارة لانتقال ديمقراطي ممكن. ثم تقلبت البلاد في أحوال كثيرة ومضت سنة، يقف الجزائريون الآن ليتأملوا صنيعهم فيها. الحراك مصر أن النظام الذي باغثته جموع الغاضبين سرعان ما التقط أنفاسه وتخفف من بعض الوجوه، منها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ليجدد نفسه من جديد منتخبا رئيسا بديلا. النظام الذي ناور حتى يهدأ حنق الناس، يقول داعم الحراك، سيظل خطرا كامنا، وتلك من دواعي استمرار المحتجين في الشوارع، فالجمهورية القديمة لم تنحل بعد. ترد السلطة ولا الجمهورية الجديدة حلت، لكن هناك نية حقيقية للإصلاح، فمن سرق أرزاق الجزائريين يساقون الآن للسجون، ويوم ميلاد الحراك صار يوما وطنيا يحتفى به، وعلى الشارع أن ينزل عن سقوف المطالب العالية إلى أرض المتاح والممكن. يتهم الحراك السلطة أنها تجره إلى الطريق الذي لم يختره كل الجزائريين، انتصرت فيه لنفسها في نزاع الشرعيات. لا وعود النظام وحدها تكفي، ولا حسن المعيش طوع أمان الحراك، يقول الجزائريون إنه بعد سنة لم يتغير الكثير، ما زالوا واقفين على ركام من الأزمات. مضى عام على الحراك، التقى خلاله الشارع والجيش في مساحة حذرة، بدت مواقف الجيش ملتبسة في بواكير الحراك، واستحال قابضا على مسارات الأحداث في البلاد، لكنه استؤمن رغم كل شيء على دماء الجزائريين. ما زال الجزائريون يأملون أن يستقيم مسار التحول الديمقراطي، ويرجون أنهم خطوا الخطوة الأولى على دربه الطويل. أرحب في الاستوديو ببسمة لبوخ الصحفية والكاتبة الجزائرية، أهلا بك. وأرحب أيضا من الجزائر بالدكتور زهير بوعمامة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر. أبدأ معك سيدة بسمة في تقييم سريع للحراك أو للنتائج التي نجح أو فشل في تحقيقها خلال هذا العام. بما أننا شكرا بداية على الاستضافة، بما أننا نتحدث على سنوية الحراك من الجميل جدا أن نركز على ما نجح في تحقيقه الحراك، لأنه بكثير يطغى على ما تم أو لم يتحقق بعد. بما أن الحراك ما زال مستمرا فمسيرة تحقيق ما تبقى أيضا ما زالت مستمرة. نعم. فيمكن الحديث على هذا الحراك الذي بدأ بسلمية تامة، هذا الحراك الذي كان لديه ماضي يسمى بالعشرية السوداء، ترك تلك الآثار في نفسية الجزائري، ثم ينظر الجزائري إلى دول الجوار وما حل بها من في الربيع العربي الذي تحول ربما إلى خراب ودمار وخسائر فادحة
بهذه النفسية كان ينظر الجزائريين لهذا الجوار لهذا التاريخ، ولكن ينظر أيضا إلى استبداد السلطة، ينظر إلى الفساد، ينظر بمرارة إلى قوى غير دستورية تحكم من وراء رئيس مقعد لا يستطيع على الحركة. فبين هذه التوليفة، الخوف من أن تنزلق الأمور والرغبة في تحقيق التغيير، انطلق الجزائريون في 22 فبراير وهم يحملون شعار بأننا صمتنا خوفا على الجزائر. لكن لما شعرنا بأن الجزائر في خطر تحركنا، وحراكهم كان سلمي. الحركة، دعني ربما أشير إلى 4 نقاط مهمة جدا. الحراك الذي بدأ وشكل تكاتف بين كل الجزائريين، وضعوا خلف ظهورهم كل الإيديولوجيات والخلفيات وكل الأمور التي كانت سابقا تفرقهم. الحراك الذي كان كلما مر بحاجز الشرطة يقول جيش الشعب خاوة خاوة، يعني الآن تبون يتحدث عن اليد الممدودة. أنا أقول بأن الحراك هو الذي قدم اليد الممدودة من أول مرة في إصرار منه على سلمية الحراك. أتحدث على السيدات العجائز اللواتي كنا بابتساماتهن مرات بدموعهن يلقين الحلويات ويلقين الورود على المتظاهرين في الشارع. رأينا أطفالا ينامون على أكتفة أبائهم في سلم في اطمئنان. يعني هذه المظاهر عبرت عن ربما حالة لم يشهدها العالم سابقا. يعني حراك فعلا الجزائر عرفت بثورتها، ثورة التحرير، وأيضا تعرف الآن بثورة أو الحراك السلمي الذي انطلق في 22 فبراير. يعني تنظرين الحراك باعتباره حقق إيجابيات أكثر من سلبيات. دكتور بوعمامة، هل تتفق أن الحراك نجح أكثر مما فشل؟ مساء الخير. أولا، من الزاوية، الأمر يتعلق بالزاوية التي ننظر إليها وبحسب الأهداف التي نقيس بها الفشل بالنجاح. في المدى القصير أعتقد بأن نعم الحراك حقق مكاسب كثيرة للجزائريين، لعل أهمها أنه قطع مع سيكولوجية الخوف، أشاع سيكولوجية إيجابية جديدة، أعاد المجتمع إلى الفعل السياسي وتصالح معه وتصالح مع فضاءات الممارسة السياسية. وقد كان الجزائريون لعقود مستقلين من الفعل السياسي نتيجة لأسباب كثيرة، لعل أهمها الأزمة الأمنية في التسعينات ثم ممارسات النظام السابق. على المدى القصير أيضا يمكن أن نحصي عديد المكاسب كما جاء في تقريركم، إيقاف خامسة الإهانة واستعادة كرامة الجزائريين لأنفسهم، استعادة الدولة من يد عصابة استولت على مؤسسات الدولة بطريقة مافيوية، أن نرى أو أن يرى الجزائريون عديد الأسماء من رؤساء الوزراء والوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية تجر إلى المحاكم وتصدر في حقهم الإدانات ثم يجرون إلى السجون، بمعنى تفكيك المافيا المالية السياسية التي كانت دعائم للنظام السابق في مراحله الأخيرة على الأقل. أعتقد بأن هذه كلها مكاسب. ثم أكبر أيضا مكسب في اعتقادي هو قناعة لدى الجميع، كل الجزائريين حتى السلطة الحالية، بأن الحراك الآن أعاد الجزائريين بقوة إلى المعادلة السياسية، وأن أي طرف الآن لا يمكنه أن يقفز على هذه الحقيقة. لا يمكن اعتبار الشعب الجزائري الآن رقما مهمشا كما كان حاله في الأزمنة السابقة. نعم. ولكن ربما ما ينتظره الجزائريون يتعلق ب التحول بالمسألة الديمقراطية. سوف هنا نتحدث موضوعيا عما ينتظره الجزائريون. دعنا نتحدث على تحول عما أنجزه خلال هذه السنة. نعم. وكلاكما أنت وسيدة بسمة لبوخ لديكما نظرة إيجابية لهذه السنة. في المقابل الحراك صحيح ربما أحيا الجانب السياسي الذي كان شبه ميت أو نائما على الأقل، ربما يفضل السيد زهير بوعمامة أن الناس ظلوا صامتين إلى غاية أن أحسوا بالخطر، وهذا ما تتفقان فيه. لكن أيضا هذا الحراك ظل بدون قيادة، شعاراته تكررت بنفس الكلمات تقريبا، يتنحوا قاع كلهم، الرحيل للجميع، ثم أتى تبون وظل الحراك متواصلا.
وكأن الحراك في زاوية منه أو في جزء منه يقول أنا ضد الجميع رغم كل شيء، وكأن الحراك لديه تطلعات أعلى مما تحقق. بالتأكيد أن التطلعات تبقى أعلى مدام الحراك لم يرى التغيير الذي أو السقف الذي وضعه من أول مرة قد تحقق، فهو بالتأكيد سوف يظل في الشارع. طيب هنا اسمحي لي وعذرا على المقاطعة، يعني النقطة الأهم، ما هو السقف؟ يعني يرحل الجميع، ما معنى يرحل الجميع؟ مثلا البعض يقول كأنكم تريدون أن تكون لا دولة. العسكر الذي كان إيجابيا في تعامله مع الحراك، لماذا تقولون يرحل الجميع مثلا؟ فما المقصود برحيل الجميع؟ يعني هذه حتى نفهمها، ما يقصد برحيل الجميع، نتفق جميعا بأن الجزائريين بدأوا ضد العهد الخامسة، ولا يمكن أن يزايد شخص في هذا. ثم بدأ سقف المطالب بعدما تم شعروا بتلك القوة التي كانوا يفتقدونها لسنوات، والتي بسببها أنا أسميها فترة الفرص الضائعة، فترة البحبوحة، فترة 20 سنة من رضوخهم لحكم مستبد لحكم فاسد، فشعروا بأنهم بقوة كبيرة لم يكونوا يعرفوا حجم تلك القوة. لكن عندما خرجت لذلك الشارع شعر نوعا ما الجزائريون بتلك النشوة التي جعلتهم يرفعون سقف المطالب أكثر فأكثر، فانتقل من ذهاب بوتفليقة إلى ذهاب رموز النظام. كان البداية يتم الحديث على الباءات الثلاث، يعني مجرد ذهاب الباءات الثلاثة يمهد لمرحلة انتقالية، ثم صار خلاف بين من يريد مرحلة انتقالية وبين من يريد البقاء في الحل الدستوري. وهذا يمكن القول أرجع للفكرة التي أشرت إليها، بما أن القياد الحراك ليس له قيادة، ليس له من يسيره، فبالتالي من الصعب جدا أن تضبط إيقاع مطالبه على خط واحد. يمكن القول يعني ونحن نقيم مرحلة سنة كاملة من الحراك بأنه كان هناك انقسام واضح بمن يريد أن ممرا آمنا يراه في الحل الدستوري، وبين من يريد الذهاب إلى مرحلة انتقالية، ثم الذهاب إلى مرحلة لاحقة هي من يريد الذهاب للانتخابات ومن لا يريد الذهاب للانتخابات. لكن أمر واقع حصل، انتخابات لم يكن يرضى عنها جزء من الجزائريين، والجزء الآخر ذهب الانتخاب ليس حبا في من ترشحوا، لكن رغبة في أن تسير الطريق، يسير في طريق آمنة نحو خيار واضح الأهداف. يعني ربما من نقاط ضعف هذا الحراك أنه لم يحدد سقفه بدقة، لا يتفق الجميع حول هذا السقف. أشير لنقطة مهمة جدا، يعني الذي يعود إلى خطاب بن صالح لما زار موسكو أمام بوتين، وأشار الكثير من الجدل ذاك الخطاب عندما قال لدينا خطة واضحة ونسير على تلك الخطة. أنا اليوم أقول بأن النظام استوفى كل مراحل خطته ويمشي عليها بدقة، بينما في الجهة المقابلة النظام لم يكن، الحراك لم يكن يمتلك خطة واضحة. كان لديه مطالب لكن لم يكن لديه مشروع. كان يرفض فكرة التمثيل، وهي كانت فكرة إيجابية في بداية الحراك حتى يلتم شمل الحراكيين، لكن مع مرور الوقت ونحن نتحدث الآن على 53 أسبوع بدأت هذه الفكرة تلعب ضد الحراك. بالضبط. أصبحت من الضروري جدا أن تكون هناك قيادة حتى تضبط مطالب معينة، مشروع معين. ضروري وجود قيادة. سيد بوعمامة، مع تبني عبد المجيد تبون وهو اليوم الرئيس الذي ولد من رحم هذا الحراك ربما كما يريد أن يصور هو، ومع تبنيه لخطاب الحراك تقريبا بشكل تام، حتى أنك تكاد لا تفرق عبد المجيد تبون من أحد المتظاهرين عندما يتحدث وعندما يعني يمجد الحراك ويعني ينادي بشعاراته في خطاباته، وكأنه بشكل ما يدفع نحو عودة الناس إلى بيوتها، عدم يعني تبني هذه المطالب من جديد باعتبار أن السلطة أصبحت تتبناها، وأيضا نحو بقاء قلة قليلة جدا ربما هي التي ستكون في الأطراف أو الأكثر ثورية في الشوارع وليس أكثر. صحيح، كما أن الرئيس نفسه كان قد قال في عديد المرات بأن ما تشهده الجزائر الآن من تغيير أو على الأقل من ورشات تذهب نحو التغيير ما كان ليكون لولا هذا الحراك الذي يصر على أن يوصفه بأنه المبارك. أعتقد بأن السلطة الآن كما سبق وقلت قبل قليل تدرك بأن هناك كتلة تاريخية بمفهوم غرامشي قد تشكلت في البلد، وحتمية التغيير بفعل ديناميكية وحركية هذه الكتلة التاريخية الجزائرية يعني ماضية لا شك في ذلك، ولا يمكن لأي طرف بما في ذلك السلطة أن تقف بوجه هذا المسار التغييري الانتقالي. لا شك أيضا بأنه لكن السلطة لا تقف في مسار التغيير، نعم، ولكن يمكنها أن تحتوي التغيير وأن تركب عليه. حضرتك ختمت ربما حديثك منذ قليل بالقول لن يركب أحد على هذا الحراك، لكن أن يأتي رجل من رجال السلطة السابقة أيا كانت دوافع خروجه عنها أو إخراجه منها
ليصبح مطالبا أو متبنيا لمطالب هذا الحراك في خطاباته، فهذا لا يعني بالضرورة أن الحراك أصبح هو الحاكم. لم أقل ذلك، أنا لا أدعي بأن الرجل لا يريد أن يركب الحراك. الرجل هناك سلطة الآن تقول بأنني أو برنامجي هو العمل على تحقيق مطالب الحراك، على أساس كما قلت أن هناك شبه إجماع بين الجزائريين أن الغاية اللي هي المسألة الديمقراطية الآن هي الجامع بين الجزائريين، القطيعة مع العودة إلى نظام الممارسات الفردية والتسلطية والفساد هو الذي يجمع الجزائريين الآن. طبعا حصل كما قالت ضيفتكم الكريمة قبل قليل أنه افتقدنا في مرحلة معينة لما يسمى بخطوة اليوم الموالي لبلون دي لندما، وكانت هناك خلافات طبيعية على أساس أن الحراك كان حركة مجتمعية جمعت كل التيارات وكل التناقضات على هدف مركزي في البداية، وهو الوقوف بوجه مغامرة كانت ستذهب بالدولة كما تقول السلطة حتى في خطابها وفي يعني معجميتها الآن. ولكن نحن أيضا مرتاحين على أساس أن الانتخابات الماضية كمخرج من حالة انسداد خطير كنا بصددها أفرزت لنا شخصا، وإن كان هناك دائما الجدل بخصوص المسافة والعلاقة بينه وبين النظام السابق، ولكن على الأقل في الخطاب كما في الممارسة هناك من المؤشرات ما يجعلنا نقول بأن هذه السلطة منخرطة تماما في مسار التحول والانتقال. الآن ما مؤشرات ذلك، وهل بنيتها الذهاب صدقا نحو هذا الأمر؟ أعتقد بأننا يجب أن نكون موضوعيين، يجب العملية معقدة، العملية ليست بسيطة، ولكن ما نلمسه على الأقل في الخطوات الأولى في إعلان التصحيح أو المراجعة الدستورية العميقة، في الإعلان أن المؤسسات سوف يتم إعادة النظر فيها قبل نهاية هذا العام، إن صدق وذهبنا نحو دستور، نحو عقد سياسي توافقي بين جميع الجزائريين، ثم إلى إعادة بناء مؤسسات وفقا لانتخابات شفافة ونزيهة يكون فيها أو تكون فيها الإرادة السيدة للشعب هي الفيصل، فأعتقد هذه الأمنيات ربما مرتاحين سابق وسنكون مطمئنين أن البلد اسمح لي أن أعود إلى السيدة تماما. طيب سيدة بسمة، هل يمكن إنكار أن السلطة أو النظام، خليني أقول عبارة النظام أفضل، نجحت في أن تحتوي أو تتعامل بشكل غير صدامي مع كل تحركات الحراك، بمعنى عندما يرفع الحراك سقفه أو تكون تحركات قوية السلطة تتراجع، وعندما يتراجع الحراك السلطة تتقدم، إلى أن فرضت الخطة بشكل ما، وبالنهاية من يمكن التخلص منه وقع التخلص منه، ومن بقي أو نجح في العبور نجح في العبور. بالنهاية نحن لا نتحدث عن تغيير نظام، وإنما عن إصلاح من داخل النظام على أقصى تقدير. ذلك ما يبدو بصورة كاملة لمسيرة 53 جمعة. كان الحراك عبارة عن صندوق بريد لتبادل الرسائل الدائم بين النظام وبين الحراك. كان الحراك يتفاعل عبر شعاراته بكل مرة، كل ما تعطي السلطة مبادرة، كل ما تعطي لنقل تنازل. نتحدث على جملة من كان يصفون بالقوى غير دستورية، تم إدخالهم إلى السجن ومحاكمتهم بأحكام لم تكن ثقيلة إلى ذلك الحد، لكنها مقبولة نوعا ما. نتحدث على قضايا فساد ما زالت مفتوحة إلى الآن، يعني هنا افتح قوس. ولكن في المقابل ايضا ما زال يقبض على الحركيين. نعم. ما زال يقبض على الحركيين قبل ايام من الحراك. نعم. ثم يطلق سراحه بعد الحراك. هذه النقطه التي ما زال الحركيون يناظرون من اجلها في الشارع، الذي يرى الصور التي رفعت لكل سجناء الراي، الذي يرى بانه لما جاء تبون اول ما قام به هو اطلاق حوالي 70 معتقل من السجناء، سواء من سجناء الرايه او ما استمي بالراي او يعني بتهم شتى تم اطلاقهم، ثم الحديث على اطلاق المزيد من السجناء.
الجناء. يعني هناك محاولة من ربما الذي يميز هذه العلاقة الآن الموجودة ما بين السلطة والنظام من خلال هذا الحراك، يرى بأنه السلطة تسعى لتقديم تنازلات معينة لكنها في نفس الوقت تريد أن تحتفظ لبعض وجودها في السلطة، لا تريد أن ذلك التغيير كلمة تنحاوغا أنه يمشي كل النظام، هذه لا تبدو خطة واقعية بالنسبة للسلطة، ولا ترى بأنها يمكنها بحد أن تحفظ لها حدا حقا من الحقوق. يعني لنقل النظام أيضا يريد أن يعني هنا هذا السؤال ربما طرح كثيرا، هل النظام تجدد أو تبدد، هل تغير النظام أم لم يتغير، سنة من الحراك ما الذي حققه الحراكيون؟ هنا ممكن الإجابة أن تكون بأن النظام أكيد ما زال هناك من رموز النظام ما زالوا موجودين إلى حد الآن، لكن قدرتهم على الاستجابة لمطالب الحراك والتفاعل معها هو السؤال الأصح الذي يجب. هل يتحركون في إطار الحراك أم ضد الحراك؟ هذا هو القصد. ينضم إلينا من الجزائر طارق مراح الحقوقي والناشط السياسي. سيد طارق، يعني تحدثت مع ضيفي قبل وصولك عن من منجزات الحراك الإيجابي والسلبي، ما ينتظره، كيف تعاملت السلطة معه. فيما تبقى من الوقت هل يمكن أن نتحدث عن مرحلة أو سنة ثانية من الحراك بمعنى إيجابي، بمعنى قدرة على مزيد إنفاذ شعارات هذا الحراك، أم أن الحراك في حد ذاته بمعنى نزول الناس إلى الشارع كان فترة ربما انتهت ودخلنا في مرحلة تغيير من رأس السلطة اليوم بوصول تبون وتبنيه مطالب هذا الحراك؟ نعم، من الصعب أن تستجيب السلطة، أو دعني أقول لك أنه مستحيل أن تستجيب السلطة إلى الكم الهائل من المطالب التي استوى أو التي انسجم تقريبا كل الجزائريون وكل الجزائريين والجزائريات حولها، منها تغيير النظام ومنها الذهاب بالبلد إلى عهد جديد دون الاستمرار بالوجوه القديمة. يعني أنه يستحيل أن تبنى سفينة جديدة بوسائل قديمة. دعني أقول لك أنه الجزائريين عموما هنا في الجزائر يرون بأنه السواد الأعظم من المجموعة أو النظام السياسي الذي كان قائما في عهد بوتفليقة لا زال مستمرا في الجزائر، ولا زال يعمل بأدوات تقليدية قديمة من موروث بوتفليقة. بالتالي فإنه الجزائريين لا زالوا يعني يربطون في الشوارع، ولا زالوا يرفعون مطالبهم عاليا أن لدينا رغبة جامحة في الانتقال إلى عهد جديد. الشعب الجزائري طواق إلى الحرية واحتلال مساحات جديدة من الحريات والفردية والجماعية التي سلبت منه يعني في عهد بوتفليقة على مدى عقدين من الزمن. طيب ما مدى قدرة هذا الحراك على التواصل هنا في الجزائر لي. تقول بأنه نعم اسمح لي بسبب ضيق الوقت فقط أريد أن أتفاعل معك. سنة كاملة دخلنا الأسبوع 53 الآن، ما مدى قدرتي على التواصل بنفس الزخم السابق وأيضا بنفس الثورية والحماسة لدى الناس الذين ربما طال مكوثهم في الشوارع وطال نزولهم وطالت تحركاتهم؟ بعضهم قد يتساءل ماذا أريد بعد إزاحة بوتفليقة وبعد دخول عدد كبير من الشخصيات إلى السجن وبعد تبني رأس السلطة اليوم لمطالبي على الأقل في الخطابات الرسمية؟ ما يسجل أولا على هذا الحراك أنه هو حراك مستمر لم ينقطع ولو أسبوع واحد، سواء كان ذلك يوم الثلاثاء من الطلبة أو يوم الجمعة من عموم الجزائريين والجزائريات. الشعب الجزائري أثبت اليوم في 22 فبراير بعد عام كامل من النزول إلى الشوارع أثبت بأنه لا زال مرابطا ولديه النية في الاستمرار في هذا الحراك. ومن يعتقد بأن الشعب الجزائري سيتوقف عن الحراك وعن المسيرة السلمية فهو واهم. الخطاب الرسمي في الجزائر يحاول من حين إلى آخر أن يستجيب إلى ولو جزء يسير من مطالب الجزائريين، ولكنه سيجد نفسه لا محالة أمام طريق مسدود. لا. لأنه أولا لم يمد يده إلى الحراك
بنية صادقة من أجل حلحلة على الأقل المشاكل الكبيرة أو الخطوط العريضة التي لم يتفق الجزائريون والسلطة من يعني حولها. بالتالي فإنه السجال سيظل مستمرا والجزائريون سيظلون مرابطين في الشوارع لغاية تحقيق مطالبهم عن الحل. أعود إلى الدكتور زهير بوعمامة باختصار في دقيقة أو دقيقة ونصف على أقصى تقدير. دكتور بوعمامة، يعني بدخول العام الثاني يتحدث سيد مراح أن الشباب ما زال مواصلا، لم يتوقف طيلة سنة كاملة. هل تعتقد أن التفاعل الذي حدث بين النظام والشارع سيتواصل بنفس الطريقة أم سيتغير في السنة الثانية؟ أولا أنا مع أن يستمر الحراك على الأقل كمنظومة يقظة ومرافقة للتغيير الحادث، ولكن دعنا نكون موضوعيين أيضا. اللغة العذمية اللا للحوار واللا لليد الممدودة في فترة معينة من رئيس منتخب، واللا للانتخابات، واللا للدستور، واللا لكذا، اللا هذه المطلقة لا تبني شيئا. التوافق والتنازل واليد باليد هي التي ستمكن الجزائريين أن يعبروا بشكل آمن وأن يتجاوزوا مطبات التجارب الأخرى. ثم خلونا أيضا من هذا التضليل، لأنه لا أحد بإمكانه أن يدعي الكلام باسم الجزائريين. هناك القوى المتطرفة التي تريد نموذج انتقال لصالحها وبها وفقط، وهناك أيضا أطياف وشرائح واسعة من الجزائريين تعتقد بأن خلاص البلد في مقاربات أخرى. أعتقد بأنه العام الثاني أتمنى أن يستمر الحراك، ولكن بشكل أكثر عقلانية، وأن ينخرط، أن يتحول من الرفض إلى المشروع، وأن ينخرط فيما يجري لأجل أن نقيم سوية الجزائر التي خرج لأجلها كل الجزائريين في يوم 22 فبراير الماضي. شكرا لك دكتور زهير بوعمامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر. أشكر أيضا طارق مراح الحقوقي والناشط السياسي، كان معنا من الجزائر. وأشكرك أستاذ بسمة البوخة الصحفية والكاتبة الجزائرية، كنت معنا في استوديو. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لمتابعة حلقة اليوم من للخبر. بقية إلى اللقاء.